في أذيتها طول السنين اللي فاتت. عمري ما حسيت إن الأزمة كبيرة كده. معلش يا بابا بقى، اللي حصل حصل، مش هنقعد نلوم نفسنا، أهم حاجة نفكر في اللي جاي. يا حبيبي مش راضية ترد عليا في التليفون، وأنا ما أقدرش أروح البيت أخبط في سرايا، أنا مش ضامن رد فعلها هيكون إيه. أما طالما إن الدكتور قال لازم تروح المصحة يبقى لازم تروح المصحة. يا راضية حد يكلمها ولا يتفاهم معاها؟ أنا رأيي إن إيهاب هو اللي يروح لها. أنا؟ أيوه أنت. يا حبيبي أنا عارف إنك أنت مش عايز تروح عشان سرايا، بس في النهاية دي أمك وأنت ابنها، لازم هتتكلموا وتتصالحوا في يوم من الأيام. يا حبيبي إحنا في أزمة، لازم تيجي على نفسك شوية. طب ما تيجي أنت كمان على نفسك يا بابا وتيجي معايا. أنا مسافر على طول، شنطة السفر على السرير، وبعدين أنا مش رايح أتدلع ولا أتفسح، أنا رايح أحل مصيبة أنيل من المصيبة اللي هنا. يلا حبيبي، يلا يا إيهاب قوم. ماشي. بلاش يا عم، كله هيبقى كويس. إيهاب. أيوه يا بابا. هو اسمه هير تشيفانيدز؟ أيوه أيوه، أنا هبعت لك اسمه وهبعت لك عنوان الجامعة اللي بيشتغل فيها وكل الحاجات اللي أعرفها عنه على الواتساب. أوكي. جاي لوحدك ولا خدت الإذن من أبوك؟ حطي نفسك مكاني يا ماما. يعني انت شايفه اللي انا عرفته ده كان سهل؟ تفتكري اي حد ممكن يعدي اللي حصل ده كأن مفيش اي حاجه حصلته؟ خلاص حقك عليا يا ابني، حقكم عليا كلكم، انا استاهل كل اللي يجرالي. كنت عايزاكم تبقوا مبسوطين، كنت عايزه اكبرك في عين نفسك وعين مراتك، كنت عايز اعمل منكم بني ادمين محدش في الدنيا يدوس لكم على طرف. هدى لازم تدخل المصحه، الدكتور حسين قال كده ممكن يكون في خطر لو الموضوع ده اتاخر اكتر من كده، وهي مش عايزه تسمع حد. عندك فوق اطلع لها حاول معاها، انا ماليش دعوه بحد. يا ماما يا ماما. ايه مش انا لما بتدخل بعوق الدنيا؟ محرمتوش ولا ايه؟ روحوا لابوكوا يمكن ينجح معاكوا بعد انا ما فشلت. يا ماما ارجوكي ارجوكي يا ماما. عايز ايه يا ايهاب؟ انا عايزك تترمي في حضني وتعيطي، عشان انت عايزه تترمي في حضني وتعيطي. طب قوم من هنا بقى، قوم من هنا. خلاص خلاص معلش انا اسف، سامحيني، انا ما قدرتش اللي انت عملتيه علشاني. ممكن احضنك؟ حقك عليا يا ماما. انا عارفه انت حاسس بايه، عارفة ازاي يبقى الإنسان عايش موهوم وفجأة يكتشف إن هو حمار وإنه خسر كل حاجة. ده إحساسي أنا بالظبط. لا يا ماما، موضوع الطلاق ده هبل. اسمع بس، دي لحظة غضب، رشا عمرها ما هتتجوزه، وبعدين أنا سايبه يقول ويعمل اللي هو عايزه، لأن أنا عارف إن ساعة الجد مفيش أي حاجة هتحصل. أنا مالي أنا تتجوزه ولا ما تتجوزوش، ده راجل خلاص غريب عني. أنا قررت من هنا ورايح إن أنا هعيش لنفسي وبس، زي ما هو كان عامل طول عمره. أنت عارف الأجازة دي كان لازم تحصل من زمان قوي عشان أعرف حاجات كتير، لكن معلش كل حاجة بوقتها برضه. تحقيق النيابة بتاع هدى بعد بكرة يا ماما. عندي جمعية لازم احضرها، روح انت معاها.